والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنتحدث في هذه الحلقة من حلقات أولو الألباب عن واحد من كبار علماء بلدنا الجزائر عاش في القرن الثالث عشر الهجري وكان واحداً من أفذاذ العلماء لما كان يتميز به من سعة العلم وسعة الإدراك فكان واحدا من كبار علماء بلدنا كان واحدا ممن سارت الركبان بذكر أسمائهم في ذلك الزمان إنه العلامة أبو راس المع... الناصر المعسكري يقول صاحب كتاب تعريف الخلف برجال السلف ابو القاسم الحفناوي وهو يترجم لهذا العالم الكبير من علمائنا من ولايه معسكر وقبره موجود بولايه معسكر فهو دفين هذه الولايه التي اخرجت الكبراء رجال الجزائر ورجال الاسلام منهم هذا العالم الجليل ومنهم كذلك سيدنا الامير عبد القادر رضي الله عن الجميع. قلت يقول الامام ابو القاسم الحفناوي وهو يصف ابا راس الناصري المعسكري يقول العلامه المحقق. تاملوا في هذه الاوصاف التي يوصف بها ابو راس يقول العلامه. تأكيد في المبالغة تأكيد في المبالغة العلامة المحقق الحافظ البحر الجامع من هو ليث الدين أوثق أساس وأضوأ نبراس الإمام القدوة المتفنن سيدي محمد أبو راس ابن أحمد ابن ناصر الراشدي الناصري ثم يقول: كان رحمه الله ورضي الله عنه اماما في المعقول والمنقول، يعني في علوم في العلوم المنقوله والعلوم المعقوله. واليه يرجع في الفروع والاصول، في الفروع الفقهيه وكذلك في الاصول ان شئت قلت الاصلين. اصول الدين واصول الفقه وكان يدعى في زمانه الذي عاش فيه بالحافظ كان يوصف بهذا بهذا الوصف الحافظ ابو راس قال لك لقوه حفظه وتمكنه متى شاء من استحضار مسائل العلم حتى كان العلوم كتبت بين عينيه فيستحضرها متى شاء وفي الوقت الذي شاء بهذه الاوصاف الكبيره الصادقه في اسقاطها على هذا الامام كان ابو راس الناصري المعسكري كذلك بهذه الاوصاف لم يكن الامام ابو راس عالما من كبار العلماء بل كان كذلك مجاهدا فقد شارك. رضي الله تعالى عنه في فتح مدينة وهران سنة 1206 هجرية إلى جانب الباي محمد ابن عثمان كما يروى ذلك في التاريخ من أعمال من أعمال أبو أبو راس أنه أسس في مدينة معسكر مدرسة تسمى بالمدرسة المحمدية ولزلت موجودة إلى الآن أو مكتبة المذاهب الأربعة توصف كذلك بهذا الوصف أو تسمى كذلك بهذا الاسم وكان رضي الله تعالى عنه عليه رحمة الله كان يفتي تلامذته بالمذاهب الأربعة المعروفة عند اهل السنة والجماعة، لم يكن مقتصرا فقط على المذهب الذي كان سائدا في ذلك الزمان في في المغرب العربي في الجزائر وهو المذهب المالكي، بل كان يدرس الفقه المالكي والفقه الشافعي والفقه الحنبلي والفقه الحنفي، كان يدرس على المذاهب الاربعة وكان رضي الله عنه يفتي على المذاهب الاربعه وكان يحضر درسه المئات من الطلبه يصل عددهم الى 800 طالب يحضرون مجلس الدرس عند الامام ابي راس الناصري. تخرج على يدي هذا العلامه الكثير من العلماء اشهر العلماء الذين درسوا على ابي راس الناصري وتخرجوا على يديه سيدنا الأمير عبد القادر رضي الله تعالى عنه وما أدرك ما الأمير عبد القادر مؤلفات ومصنفات أبي راس تدل على تضلعه في العلوم وتعمقه في المعارف وشدة وشدة حرصه على التصنيف والتأليف فكان يصنف الكثير ويكتب كثيرا كذلك يصف نفسه قائلا يصف تصنيفه وكتابته للمؤلفات مقارنا نفسه بالامام السيوطي رضي الله تعالى عنه وما ادراك ما الامام السيوطي يقول ما اعلم احدا اكثر التاليف بعده غيري والكمال لله المعنى لا اعلم بعد السيوطي بعد الامام السيوطي من صنف اكثر مني من صنف اكثر مني يعني ان الامام الامام السيوطي كان اكثر تصنيفا من الامام ابي راس ولكن بعد الامام السيوطي يقول لا اعلم احدا صنف اكثر مما صنفت والفت والف اكثر مما الفت كتب رضي الله تعالى عنه عليه رحمه الله في كثير من الفنون والعلوم والمعارف الف في القران وفي الحديث وفي الفقه وفي النحو والمذاهب والتوحيد والتصوف والتاريخ واللغه والبيان والمنطق والاصول والعروض والشروح الادبيه كل هذه الفنون صنف فيها الامام ابو راس هذا العلم الكبير من أعلام الإسلام ومن أعلام الجزائر ماذا يمكن أن نستشفه أو أن نأخذه من خلال هذه الكلمات المتواضعة التي قلناها عن الإمام أبي راس الناصر أولا مشاركة العلماء في الجهادين الأصغر والأكبر قديما لم يكن العلماء يقتصرون فقط على التعلم والتعليم بل كانوا يتعلمون ويعلمون وكذلك يجاهدون في سبيل الله كما شارك ابو راس في فتح ولايه وهران الشيء الثاني تفتح العلماء على المدارس الاجتهاديه وذلك سبيل الى توسيع المدارك الاجتهاديه في زمانه كان سادة ساد ساد تعصب للمذهب الفقهي ولذلك بين قوسين المذهب المالكي ولذلك الامام ابو راس كان يدرس المذاهب الفقهيه الاربعه وكان يفتي بالمذاهب الفقهيه الاربعه وله في ذلك غرض أراد أن يفهم الناس بأن كل ذلك علم وبأن العلم لا يقتصر على مذهب واحد فقط بل العلم واسع فما تجده في, في الفقه المالكي قد لا تجده في الفقه الشافعي والعكس وكذلك الفقه الحنفي والفقه الحنبلي وأن الإسلام يسع الجميع يسع المذاهب الفقهية كلها ولكن وفق الضوابط التي وضعها علماؤنا رضوان الله عليهم فكان رضي الله عنهم إذا درس المذاهب الفقهية الأربعة لا لئلا لا لألا يخرج الناس عن المذهب المالكي ويتحرر عنه بسهولة ويسر وبالتالي ينزعون عن رقبتهم الالتزام بالمذاهب الفقهية، كان يفعل ذلك ولكن وفق الضوابط والأصول التي وضعها علماؤنا رضوان الله عليهم، مما, مما قلنا يتبين سعة التأليف التي كان يمتاز بها أبو راس الناصري وساعة التأليف تدل على ساعة العلم وتدفقه إذا كان الإنسان موسوعة موسوعة من الموسوعات العلمية تجد ذلك متجليا فيما يؤلفه وفيما يصنفه وفي مضمون ما يؤلفه ويصنفه أبو راس الناصري المعسكري واحد من أعاجيب زمانه واحد من اعاجيب زمانه في بلدنا الجزائر وطود شامخ من علماء بلادنا الذين نجهل عنهم الكثير ولا يحسن بنا ان نجهل عن علماء بلادنا الذين عمروا الدنيا بذكرهم اذ كانوا علماء افذاذا يعرف قدرهم الصغير والكبير لا ليس هناك من مانع ان نتصفح كتب التاريخ لنتحدث عن علماء بلادنا وهناك كتب كثيره ترجمت لعلماء الجزائر الذين كانوا في الشرق او في الغرب او في الشمال او في الجنوب فاذا تصفحنا هذه الصفحات التاريخيه نجد بان بلادنا الجزائر كانت وعاء كبيرا من اوعيه العلم والصلاح والتقوى من اوعيه العلماء والصلحاء رحم الله تعالى ابا راس الناصري المعسكري ورحم جميع علمائنا رضي الله تعالى عنهم جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما